السلام عليكم مبتدئ فلوج جديد درب النهارده. المفروض ان انا معايا تحت البيت هنا ناصر معجزه ومعايا هنا المشمع ده كنت لسه هحذفه له دلوقتي حالا. شوفوا هو بيتحذف. والخرطوم ده كمان هحذفه له دلوقتي حالا. طبعا لو انتوا مش مشتركين في القناه وبتتفرجوا على الفيديو ده، لو انتوا مش مشتركين مش عارف انتوا عايشين ازاي، انزلوا دلوقتي حالا دوسوا سبسكرايب اشتركوا في القناه، خلاص داخلين على 3 مليون مشترك. وغير كده كمان ان الفكره بتاعت النهارده فكره ضرب نار، فكره من العيار التقيل. النهارده ناويين نعمل حاجه دشماله في الشارع، هتشوفوها دلوقتي بالمشمع والخرطوم اللي انا لسه راميهم دلوقتي حالا دول، هقول لكم على الفكره تحت. كان يعني ان احنا نزلنا دلوقتي معانا احمد شوار. شغل بقى حط عليها تيتين. المفروض ان احنا كنا لسه بنكنس العربيه دلوقتي عشان خاطر هنقلب العربيه دي. انا اللي كنت بكنس العربيه. لا انا اللي كنت بكنس وهو مسك المقشه في الاخر. المفروض ان احنا هنحول العربيه دي لحمام سباحه مليان تلج والوان صناعيه. المفروض ان احنا كمان معانا بودي ونعاس. طيب قول لي بقى كلمتك بقى. كلمتك. عسكر عسكرينا. حبيبي المفروض بقى يا جدعان ان احنا دلوقتي هنحط المشمع هنا نفرشه بحيث ان هو ما يسربش اي ميه تنزل تحت الصاج، عشان خاطر يعني مفيش ميه تسرب تحت العربيه. هنحط دلوقتي هنوريكم كل حاجه بالعملي. ودلوقتي طلعنا على الطريق السريع زي ما انتم شايفين، برضو عربيات رانا والناس كلها رانا. ودلوقتي اول مرحله وهي مرحله القلع. دلوقتي المفروض هنقلع وننزل في الميه. مفيش كسوف على الشاركيه، لا كسوف بعد. انت بتلعب بجد يا اسطى؟ هتطلع فوق الرصيف دلوقتي يا جدعان. المفروض قلعت التيشيرت. طبعا يا ريت تقدروا ان ممكن مثلا اللي انا بعمله ده اتاخد مثلا فعل فتح في الطريق العام واتمسك ومستقبلي يضيع. ربع مليون لايك يا بابا. فيا ريت عشان خاطر يعني تدعموني وتدعموا القلع بتاعي اعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو ده. دلوقتي هنزل اعوم وانا هعسكر التيشيرت. التيشيرت بالراحه يا اسطى. جامده؟ صح 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 يا جدعان صح. انا مش عمال اتفرج على الناس. غطى سوشيك بقى، غطى سوشيك. 3 2 1 ويا جدعان وانا عمري وحدي ولا ايه؟ جايلك يا قوي يا جدعان والجو حر. لا مش هموت. ايوه يا جوريتا. انزل انزل. ايوه يا جدعان غطاط. هنعمل تحدي، اخر واحد هيطلع من المايه المتلجه هيكسب التحدي. مفيش فلوس عشان خاطر الفلوس ممكن تتبدل في المايه. عشان كده التحدي بقى.
حتى يا جدعان على ما نوصل لو وصلنا على الثلج هنقوم نرقص على مهرجان الشرقيه. اصحى هقول حاجة ببجاح، عيلة شاور جت على الساحة، عمر شاور واحمد شاور عودة الشوكر اللي اكتساحة اللي اكتساحة. احنا اول انتم بعدينا مخلصين ومفيش زينا، احنا اللي نفذنا على الساحة هنعمله دوزة تحتينا هنعمله دوزة تحتينا. مش كامل. بص احنا كده هناخده على عيبه. لا انا هناخده على ايه ده مخروم برضه. ايه ده يا باشا؟ طب هم مخرومين ايه كده يا باشا؟ تعب انت بصيف وانت بتفتح بسرعه يا باشا. فين الفلون؟ اديله فلون. اديله فلون. ايه يابا؟ فلوس. احلى فانتازيا. دلوقتي يا جدعان احنا لبسنا عشان المرور، بس هنقلع دلوقتي. يلا يا بابا. عشان يابا المرور اقلع بقى ماليتو على هنا يا كابتن. يا ابن المرور ساعة ساعة قوي ما ساعة قوي 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 قوي. انت عملوا حاجة كده لاي دلوقتي يا جدعان؟ المفروض ان احنا هننزل نشتري شامبو ونصر هيقف يستخدمه. يلا بينا. باي باي. عايز تقلب يا ابن ناصر؟ يا ابن ناصر تعالى يلا. هتزعل وتجيب ناس تزعل يا ناصر. يا جدعان المفروض ان احنا بناخد خطوه خطيره، بنطلع مطب. بص قد ايه ميه هتقع. بص لا لا بص 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 معزه. ايه انا فكرنا الميه. يا خد خد عشان تعكر الميه. الميه بقى لونها ازرق يا جدعان. بص يا جدعان اللون الروعه. بص رجلي بص رجلي انا رجلي. بص المايو يو الله الله. بص الكيس من اول ما بينزل. تعالى انا قاعد هنا في البحر الازرق العملاق وانت اقعد وحدكتي في وسطاي. خدوا يا جدعان ان دي كده نهايه الفيديو النهارده، ولو انتم مش عاملين سبسكرايب انزلوا دوسوا سبسكرايب. مش عارف انا شفت المغاره نازله كمان اقصى حاجه اقصى حاجه اسبوع يا جدعان. نشوف كل فيديو الجاي. سلام. دلوقتي يا جدعان افضل لقطه في الفيديو احنا نسينا نعرضها جوه الفيديو، فقلنا ايه نعرضها بعد ما الفيديو خلص. بس عادي يعني كله ماشي. انتوا اكيد فاهمين. ها احنا اول انتم بعدينا مخلصين ومفيش زينا، احنا اللي نفذنا على الساحه هنعمله دوت.